يعني اسلام البحيري وفاطمه نعوت وابراهيم عيسى ويوسف زيدان غير متخصصين ما يفهموش الاسلام. الله. طب ازاي انتوا 1400 سنه عايشين مسلمين ما كانش فيه كليات ولا كانش فيه تعليم؟ يعني ده ابراهيم عيسى ويوسف زيدان دول اكاديميين وفاطمه نعوت ومتخرجين من كليات. طب ساعه نشر اسلامكم لا كان في كليات ولا كان في كتب ولا كان الاسلام اساسا اتكتب؟ امنتوا بالاسلام ازاي وقمتوا بيه ازاي لما انت بتطالب فقط المتخصصين اللي دارسين في الازهر هم اللي ناقشوا ده؟ هل كان في ازهر اثناء الاسلام؟ ده انتوا دخلتوا قلتوا يا تسلموا يا تتذبحوا يا تدفعوا جزيه. طب فين كتابك يا عم؟ لسه هيطبع بعد 1000 سنه. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. بيجينا تعليق بعد كده من الأستاذ عبد الرحمن شنيطة، بيقول لي السؤال موجه للدكتور وجيه. يا دكتور وجيه، هل تقبل مناقشة للدين المسيحي في معتقده من أفراد خارج الكنيسة لم يحصلوا على شهادات علمية تخص الدين المسيحي يناقشون معتقد الدين المسيحي ليشككوا فيه؟ هل تقبلوا أم أنك تقبلوا للدين الإسلامي ولا تقبلوا للدين المسيحي؟ إسلام بحيري وأبراهيم عيسى وفاطمة نعوت ويوسف زيدان غير متخصصين وغير دارسين للشريعة الإسلامية، وبعدين لماذا الهجوم على الدين الإسلامي مع أنه لو كان هذا الهجوم على الدين المسيحي لتصحيح معتقده لقامت الدنيا؟ نحن نؤمن بالديانة المسيحية وأن الإنجيل كتاب الله، مع أنكم لا تؤمنون بالقرآن أنه كتاب الله وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ومع ذلك ليست مشكلة عندنا الإيمان لأن المسيح هو الله، ولذلك مع ذلك ليست مشكلة عندنا إلا الإيمان أن المسيح هو الله، هذا ما نختلف عليه فقط. وإن تم تصحيح أن المسيح هو رسول الله ومثله كمثل آدم سينتهي الخلاف بيننا وبينكم، لأن تعاليم الدين المسيحي والدين الإسلامي تعاليم متقاربة تحرم علينا كأشخاص آخرون لتكوين الدين المسيحي أو التنوير للدين المسيحي، كما قلت دون أن تقوم الدنيا من الأخوة المتخصصين من الدين المسيحي. أتمنى أن لا تضيق زرعا من سؤالي، مع تحياتي. أنا بوجه لك التحية أستاذ عبد الرحمن شنيطة، إنسان محترم وبتكتب السؤال بطريقة محترمة، لكن أنا هاخد ودي معاك في الكلام. انت بتقول لي تقبل مناقشه الدين المسيحي من افراد خارج الكنيسه؟ اقبل. لم يحصلوا على شهادات علميه تخص الدين المسيحي؟ اقبل. يناقشون الدين المسيحي زي اسلام البحيري وابراهيم عيسى وفاطمه نعوت ويوسف زيدان غير متخصصين؟ يعني اسلام البحيري وفاطمه نعوت وابراهيم عيسى ويوسف زيدان غير متخصصين ما يفهموش الاسلام؟ الله. طب ازاي انتوا 1400 سنه عايشين مسلمين ما كانش فيه كليات ولا كانش فيه تعليم؟ يعني ده ابراهيم عيسى ويوسف زيدان دول اكاديميين وفاطمه نعوت ومتخرجين من كليات. طب ساعه نشر اسلامكم لا كان في كليات ولا كان في كتب ولا كان الاسلام اساسا اتكتب؟ امنتوا بالاسلام ازاي وقمتوا بيه ازاي لما انت بتطالب فقط المتخصصين اللي دارسين في الازهر هم اللي ناقشوا ده؟ هل كان في أزهر أثناء الإسلام؟ ده أنتوا دخلتوا قلتوا يا تسلموا يا تتذبحوا يا تدفعوا جزية. طب فين كتابك يا عم؟ لسه هيطبع بعد 1000 سنة. كلامك غير منطقي. يعني 1400 سنة العالم دي كانت في البلوزة بقى. لما أنت بتحكم على إسلام البحيري وإبراهيم عيسى إنهم مش أكاديميين ومش فاهمين إسلام، أمال مين اللي يفهمه؟
ده انتوا بتروحوا للمسلمين بره ما يعرفوش يقروا عربي، قرر وراي اشهد ان لا اله الا الله اسلم. الله، اسلام ايه بقى ده؟ لما انت عندك يوسف زيدان وابراهيم عيسى، ايه يا عم اللي انت بتقول ده؟ انت كده بتفركش ام القضيه، بتضيعها. حكايه ان احنا الخلاف بيننا على الوهيه المسيح، وان احنا لو قلنا انه نبي هنختلف، لا اختلف براحتك، احنا عندنا المسيح هو الهنا، ومحدش قال لك انك انت تؤمن ما تامنش، بس خليك في حالك. يعني انت خليك في حالك، مسلم في حالك، ما تجيلناش احنا بقى، ما تجيش بقى احنا ما بنجيش عندك نقول لك دور على كذا، ولا اللي عمل كذا، ولا اللي حصل له كذا، ولا اللي كان بيعمل كذا، ولا ما بنقولكش. يبقى ما تجيش ناحيتنا، هتضطر تبعت العيال اللي عندك يطلعوا، هيطلع عندهم ناس من عندنا ترد. احنا ما عندناش مشاكل، وايماننا واضح على فكره، واي حد بيعرف يقرا بسيط جدا يتناقش، ومش عيب من ان انسان بسيط يناقشني عادي، انا فاهمه، ما عنديش مانع خالص حد يناقشني. ولو عايزين تطلعوا اي حد يعمل حلقات من بكره يعمل، بس يطلع الكتاب ويقرا واحنا نرد عليه، بس تسمح لي بالرد. يعني انت طلعت علماء عندك على القناه بتاعتك تناقش يا استاذ عبد الرحمن شنيطه الاسلام، تطلع عندي من الناس على نفس قناتك يناقشوا، وما تهدد ما تهددهمش بسلاح ازدراء الدين. مش لو رد عليك وبهدلك تقول له ازدراء اديان، ما هو هيرد عليك من كتابك، هتقول له ازدراء اديان. انت عايز انت بس تتكلم، وانت اللي تاخد الميكروفون، وانت اللي عندك حق، ومحمد نبي، وعيسى نبي، وموسى مسلم، وابراهيم مسلم، مع ان رسول الاسلام نفسه قال انا اول المسلمين، انا اول المسلمين. محمد قال، رسول الاسلام الكريم قال انا اول المسلمين. لا انت بقى جبت ابراهيم وموسى وعيسى، كل مسلم بيتولد مسلم، وعيالنا بيتولدوا مسلمين، بس احنا اللي بنخليهم مسيحيين. كلامكم غير طبيعي. فترة الحمل 4 سنين ضد قوانين الطبيعة وضد قوانين العلم، هي لازم هي كده وتقبلها كده. والست فدوى تطلع تقول لك مفيش دين، هو احنا بس. يا عم عبد الرحمن، يا عم عبد الرحمن، احنا يعني شكرا يا عم عبد الرحمن، برضو مستعد للرد على اي سؤال تقراه. استاذ مجدي عطيه بيقول الدكتور الحر والجميل في كل اقواله. الدكتور رؤوف، شكرا لك يا استاذ مجدي، ده انت اللي حر وانت اللي جميل. سلام المسيح يكون معك ومع كل افراد العائله الكريمه. انت نطقت بكل ما هو صحيح وليس به اي رياء، لكن اي تامل ارجو ان تدعو له في حلقاتك القادمه ان امكن، حيث حينما نتجه الى رتبه كهنوتيه لعرض موضوع ما، دائما يكون الرد كالاتي: هذا صليبك، سيكون لكم ضيق، واصل احنا استلمنا، الى اخره، وحضرتك تعرف الباقي من المصطلحات التي اراها محبطه. تاملي ان السيد المسيح لو المجد كان قادرا في كل معجزه تمت انه يقول كن فيكون، لكن لو لاحظنا في كل معجزه كان مسبوق بعمل. وعلى سبيل المثال في عرس قانا الجليل كان بامكانه ان يقول اعطوهم ليشربوا، لكنه ملئ قال املأوا الجيران، وتمت المعجزه، لكي يعلمنا انه بالعمل والصوم والصلاه يستجاب لك. مثال اخر في معجزه الخمس خبزات والسمكتين، كان هناك عملين: اولا اجلسوهم 50 50، كان عمل وتنظيم، وتمت المعجزه وفاض وزاد. وهناك معجزات كثيره عندما نتامل فيها تحوي نفس العمل والتنظيم، وهذا ما ينقصنا في تعليمنا حتى يتحقق المرجو لنا جميعا. مبارك شعب مصر، وكنت أتمنى أن تكون تنوير وليس تكوين. شكرا أستاذ مجدي عطية على سؤالك، وده اللي أنا برضو كنت بقول، أن رجال الدين بيعلمونا الخنوع، شيل صليبك. احنا ربنا ما وعدناش بهناء وسرور في الحياة، ربنا قال لنا أن احنا هنعاني، لازم نتحمل. أنا شفت مواقف زي كده كتير. وقلنا ان المسيح قال لماذا تلطمني، وبولس الرسول قال رافع دعوة الى قيصر، بل ان المسيح نفسه قال ليهوذا الملك لما بعت له ناس
بيقولوا له الملك، قال لهم قولوا لهذا الثعلب، وصف يهوذا بالثعلب وقال لهم بلغوه ان انا بقول عليه كده. فعمر ما ديانتنا ما كانتش ديانه جبن، وكان المفروض نعمل حاجه. بمعنى ايه نعمل حاجه؟ يعني دايما انا بقول، انا بطلع لوحدي اتكلم، اعملوا حاجه، اعملوا تحرك، اعملوا وقفات عشان ربنا يسندكم. وانت زي ما قلت، المسيح لما حب يعمل معجزه تحويل الماء في الى شراب في الفرح، قال املوا جرار، مع انه كان ممكن يملاها، كان ممكن يملاها، ده ملا شباك الصيادين بالسمك، والخمس خبزات وسمكتين اشبع بيها 5000. حصل. واجلسوهم 50-50 تنظيم وإدارة. انا كمان بضيف لك انه ساعه ما اقام لعازر اللي مات وانتن وريحته كانت طالعه من القبر، قال لهم شيلوا الحجر. الله، اللي يقيم ميت ما يقدرش يشيل الحجر، ده كان ممكن يعمل كده، يرفع الحجر بصبعه باشاره. لا، خلي الناس تعمل حاجه، انت اعمل حاجه، شيل الحجر. فشال الحجر، فقال له هلم خارجا لعازر. طلع لعازر. حتى في الايه بتاعته المسيح لما عايز يدخل لقلبك قال لك انا واقف على الباب اقرع، ان فتح احد لي ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. طب اللي قادر يقرع ما يقدرش يفتح الباب ويدخل؟ يقدر. هو عايزك تعمل حاجة، انت تفتح الباب هو يدخل، ما فتحتش الباب انت هو يدخل. التعاليم خلطنا ما بين تعاليم الاتضاع وتعاليم العبودية. تعاليم الاتضاع والغفران للآخر، لكن ما تفرطش في شرفك، ما تفرطش في دمك، ما تفرطش في أهلك، ما تفرطش في أرضك. وإلا كان زمان المكان اللي أنا فيه ده كان يبقوا فيه عرب، لان فرانس جوزيف والامبراطور اوجين وغيره ردوا، الامبراطور اوجين وغيره ردوا الاحتلال العثماني على ابواب فيينا، والا كانوا زمانهم هنا لو ما حاربوش بالسيف وردوا اسبانيا. ما احنا اتكلمنا على اسبانيا قبل كده، اسبانيا، واخد بالك؟ احنا خضعنا لتعاليم العبوديه ورحنا في البلوزه. تحياتي لك كابتن مجدي.